كواليس الجماهير المتواجدين. استاذ حاتم فلاته رئيس فريق القايدي متواجد متابع في مباراه ختاميه ممتعه. استاذ مساك على قناه خالد بازيدان. الله يحييكم ان شاء الله. استاذ حاتم فلاته كان ينتظر حقيقه أن وصول فريق القايد الى المرحله الختاميه، ولكن ان ايضا ولكن من النصف النهائي يغادر فريق القايد من هذه البطوله. والله مباراتنا في دوري الاربع كانت مباراه ممتعه، واجهنا فريق النسيم، فريق صراحه يعني لعيبته كويسين بيلعبوا، بس الله ما اراد يعني، ولا نحن كنا كمان قريبين من الفوز. وصدقني كان جينا النهائي تفاجأت انا بالفريق الثاني حق المداين، ما توقعت مستواهم كده، لكن نحن كان وصلنا النهائي كان فزنا به صراحه، ويستاهل فريق بودي صراحه يعني، النسيم يستاهل الكاس. استاذ حاتم حقيقه ما هي الا ايام وما هي الا ايضا اسابيع لانطلاقه بطوله القايدي القادمه، هل هناك مفاجات قادمه؟ هل هناك مواجهه كبدايه افتتاحيه قويه في افتتاحيه بطوله القايدي؟ والله نحن بس اول شيء بنقول الزحمه دي اللي على البطوله ما شاء الله اكثر من 40 فريق، نحاول نقلصها شويه، فان شاء الله في مفاجات كثير في البطوله. بعدين يعني بعد ما تكلم الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي باضافه المقيمين والامم السعوديه لدوري درجه الثالثه والثانيه، فعندنا يعني امور كثير ان شاء الله كمان حيتعاون معنا الاتحاد السعودي، حتشوفوا المفاجات كثير يعني، حتى احمد عيد يعني بنفسه حيكون مطلع على البطوله.